الباب تحت اللقاء عشامك يفراح كل حاجة. ده بقى حزوم ملك المشتريات. ايه اخبارك؟ ازيك يا ابو حميد؟ ازيك حبيبي؟ لسه برضه زي ما انت؟ ما حضرتك عارف مش هتغير. مش هتتغير ها؟ ما هو اللي فيه ده عمره ما يتغير. احلى ابتسامه. تمام. ده عشان الويل. انا مصرح. ده الحاج احمد عبد الوهاب مع الوسيم حازم بيمضي يبقى هيروح فيه. بتعمل ايه بقى هنا يا اشرف؟ بتعمل ايه يا حبيب قلبي؟ اشرح لي بقى. كل شغل الجداري يعني. بتاع المشتريات. بعيد عن المايرز والشيرة والشيرة. ده مكتب مستر العيسوي دايركتور اوف سكيورتي. يا وسيم استنى بس يا مكسره دابت اهيك. دابت من وكاشه. دابت من مفيش حد بيحمد ربنا ابدا خالص. وتلاقي الجزمه بايظه من الصيانه برضه. القصة اللي متحكم ده نوراشي طبعا. لكن هو ده مستر تامر. ولا عبد العزيز هو بيقول عليا كده. حاسس ان انت بتجوزي الشيخ عبد العزيز. شغل كويس النهارده؟ كويس. امبارح كان في شغل كتير. اللي بقى اللي في الديكو ده طب يعني ده كده ده ديلي جدا so I just want to know what is housekeeping doing. So there's a meeting of the housekeeping, the morning meeting for the housekeeping and stuff. No, I don't want you to make this. I want to listen to your... أنا عايز أسمع المشاكل اللي أنتوا بتقابلوها إيه وإيه سبب تقطيع الميلاد. لكم منه بس عم تسمع. عايزين نشوفها بس. مفيش غير نفسها. عشان احنا أول الشهر احنا هنشتغل عادي. وأخير أول. الكيتشن بيعمل ايه؟
ده الكورس ده بتاع ايه؟ ده كان بايظ بقى ولا
هنعمله ايه هنا بقى؟ ده الـ F&B. كل الايتمز بتاعت البنك في كل الايتمز. دلوقتي انت بتعمل ايه؟ لا يا جدعان لا انا عصور انا بس تعملوا ايه بقى يعني؟ تعملوا ايه؟ صوتي بيعمل يا اول حاجه صورتك انا بسالك يا محمد بتعمل ايه؟ انا بظبط الاسماء ده لمين ده؟ كده بتنظف؟ بنظف. بتستخدم ماده ايه بقى في التنظيف؟ بيسيلي طيب فين هو؟